انا يعنيني انا وانا من وانا صغير واول ما ابتديت في الاعلام كان عندي مثل طول الوقت بقوله بناء على احد الزملاء الاصدقاء المسيحيين وهو صغير لما كان بيروح في الكنيسة كان بيشتكي لي بيقول لي الكنيسة بتاعتنا احنا بقالنا سنة انا اسف بس انا كنت طول الوقت في البيت بيتك وفي برامجي الحالية طول الوقت كنت اقول المثل ده. كان في حنفية بايظة في دورة مياه في كنيسة وكانوا مش عارفين يصلحوها وفضلت تنقط علشان لازم ياخدوا موافقة المحافظ. لا يا فندم فانا طلعت لا يا فندم رئيس الجمهورية لا يا فندم رئيس الجمهورية كان لازم يوقع على دورة المية لازم يوقع على هو ما كانش المحافظ ليه دور ده انا كان بالنسبة لي يعني وانا صغير بقى كان بالنسبة لي اخر يعني فكرة ان هم الجلدة مقطوعة والحنفية بتنقط والسيفون بايظ ومش عارف ايه وسايبينه يخر ومبوظ الدنيا وبهدل الدنيا علشان لازم ما يجرؤوش يدخلوا سباك يصلح البتاع الا لما المحافظ يقول لهم هاتوا جلده جديده. حاجه كانت في منتهى المسخره والمهزله بالنسبه لي يعني. ومين اللي بيقول انه الحنفيه ما ويمنع اي حد يمنع السباك يدخل؟ حارس اللي موجود قدام الكنيسه عشان يحمي الكنيسه. كمان هو اللي بيقر انه الحنفيه بايظه ولا لا؟ لو جابوا سباك ودخلوه يروح يقول له لا لازم يكون في ترخيص انتوا جبتوا ترخيص عشان تصلحوا دور الميه ولا لا؟ يعني كانت حاجه مسخره كده شويه. الحقيقه انا طول الوقت كنت بشوف ان ده نوع من الغبن الشديد الحقيقه. يعني انا عايز كمان ده مش موجود دلوقتي. ده مش موجود دلوقتي خلاص. خلاص اجراءات طبيعيه وده اللي كنا بنطالب بيه انه مبنى الكنيسه زي مبنى عادي خالص. ليه شكل مختلف بتمارس فيه الشعائر الدينية فبياخد الوضع المختلف ولكن في طريقة إصدار رخصة المباني زيه زي أي مبنى. صحيح. وبالفعل إحنا النهاردة القانون بيتضمن البناء الهدم الترميم